لما يكون في وفاة غامضة لثلاث أطفال لازم نتوقف، إيه اللي حصل يا جماعة، ونسأل عن الأسباب. وكمان العائلات في هذه الحالة، العيلة بتبقى في حالة تشتت. تخيل أنت لما تفقد ثلاثة من أبنائك قدامك كده ويبقى السبب غامض، هو إيه؟ وعشان كده احنا هنعرض التقرير وهنشوف وزارة الصحة كيف ستتعامل مع هذه القضية. أنا بعزف بلد جنبنا، لقيت العيال اتصل عليا قالوا تعالى عشان الوفاء مات. الكلام ده كان يوم الأربعاء، يوم 16 فات، 17 يوم 18 في نفس المكان أخوها توفى، نفس البيت يعني. دخل برضو قال له لوالده بطني تعبان شوية، فقال له هوديك للدكتور. الواد نام، قام من برضو أخوه داخل يصحيه، قال له يا ماما أخويا ما بيتكلمش. المستشفى قالت إيه سبب الوفاة؟ قالت سكتة قلبية أو حاجة زي كده. البنت الثالثة اللي توفت حصل لها إيه بالظبط بقى؟ برضو هي سهرانة معايا هنا وكويسة ومية مية، وأنا اللي مكلة بإيدي آخر حاجة حباية منجاي. العصر أنا نازل قلت برضو إيه أروح لهم أشوفهم، قابلني ابن خالي قال لي اركب اركب في إيه، قال لي تعال عشان حنين تعبانة شوية. قلت له ماتت، قال لا ده تعبان، قلت له اقعد علينا ربنا. طبعا أنا من منظر البيت أنا هي ميتة، هو يعني بيعمل حاجات غير إرادته إن هو عاوز يرجع البيت تاني. القرار النيابة وده بتاع ربنا، إن كان فيها شبهة جنائية دي بقى النيابة اللي هتعرف، ما فيهاش شبهة جنائية يبقى إحنا مش عاوزين يبقى فيها شبهة جنائية. يعني ماتت الأربعة والواد توفى الجمعة يعني، وفي نفس الساعة وفي نفس التوقيت وفي نفس الوقت الساعة 5 المغرب، وعلى مندفن بعد صلاة العشاء، ما فيش يعني. خلاص احنا برضو طبعا انت عارفه الفلاحين بسطاء طبيعي، فقول ده الاوضه مش عارف فيها ايه، ولا ده العيال دي تمشي من هنا. فاخدوه وخدوه ومشوا وقعدوا في مصر اسبوع اللي هو قبل العيد، وجات وجوم يوم الوقفه ومية مية، والبيت كانت هنا يعني انا شايفها هنا عند جدها هنا. وفجاه كده يوم العيد انا قاعد بعد الظهر ولا بقى العصر، لقيت مراتي بتصوت في الشارع، العربية هي بيت فيه ده لمراتي، قالت حنين ماتت. يعني نهار ازرق حنين ماتت. الموضوع بقى دلوقتي في الطب الشرعي، نزلوا وفتحوا عيال وخدوا عينات وكده، والموضوع في يعني طبيا ده في ايد الطب الشرعي وفي ايد الصحة، ما حدش يقدر يفتي يعني. انما على الوجه العام يعني اللي احنا نقدر نتكلم فيه، نقدر نتكلم في الخدمات اللي ناقصة في القرية نفسها، تلوث مياه الشرب، تلوث مياه الترع والمصارف، نقص الخدمات الصحية في المستشفى، بتعاني بنقص كامل زي كل قرى محافظات الجمهورية. دكتور خالد مجايد المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور خالد أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ، أهلا بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم هذا. دكتور خالد، لو الحالة لما تكون فيها هذا الغموض محتاجين نقدم المعلومات للأسرة ونزيل عنهم مأساة جديدة، وهي هذا الغموض في وفاة ثلاثة من أبنائه. خليني أقول لحضرتك يعني إحنا وزارة الصحة يعني لما عرفنا بهذه الواقعة، اولا هم الثلاث اطفال توفاهم الله يرحمهم على فترات، يمكن يوم واحد يوم 16 طفل، يوم 16 8 و19 8 1 9. لما عرفنا هذه الواقعه كان في تحرك على محورين. اول محور الاجراءات الوقائيه، السيد وزير الصحه شكل لجنه من قطاع الطب الوقائي فيها فريق من صحه البيئه، فريق من الامراض المتوطنه، فريق من الترصد والوبائيات، الترصد الحشري. نزلنا على محافظه المنوفيه على هذه القريه، وبدانا الحقيقه الجوله، او بدات اللجنه دي جولتها بلقاء مع السيد المحافظ، وبعدين زياره المنزل في التوفاهم الله هؤلاء الاطفال،
وقامت اللجنة بسحب عينات بشرية من هاي الأطفال، عينات دم وعينات بول ومن المخالطين طبعا للأطفال دول، وسحبنا أيضا عينات من الأغذية والمية والعينات الحشرية اللي هو الترصد الحشري، وكل هذه العينات تم إرسالها للمعامل المركزية لوزارة الصحة، وإحنا في انتظار طبعا ظهور نتائج هذه العينات. ومش بس عملنا كده، كمان رحنا المكتب الصحة أو الوحدة الصحية اللي تم استخراج منها شهادات الوفاة لهؤلاء الأطفال، ورجعنا فيها تردد الحالات المرضية ومعدلات الوفيات علشان يعني نشوف إذا كان في حالات وفيات زايدة، في حالات مرضية ترددت كتير، ده ممكن يبقى مؤشر لحاجة تظهر لنا. الحقيقة لقينا كل المعدلات سواء الوفيات أو الحالات المرضية معدلات طبيعية، مفيش أي زيادة، مفيش أي وفاة غير طبيعية في نطاق المحافظة. يمكن المحافظة دي يعني كان أول حاجة فيها 5 مليون نسمة يا أستاذ وائل، فالنهاردة ده بيت فيه 3 أطفال من نفس الأسرة، قد يكون السبب يعني جنائي الطب الشرعي خد اجراءاته، قد يكون في حاجه ما ينفعش نغفلها على الاطلاق، انه ده يكون حاجه احنا بنسميها طبيا كونجنتال انوماليز او عيوب خلقيه، ودي بتحصل وممكن تاخد اكتر من طفل في نفس الاسره، ولا سيما ان ده ما طلعش بره لاي اسره تاني من المجاورين او المخالطين. يعني انه طالما في نفس الاسره فممكن يبقى عيوب خلقيه وراثيه يعني. بالظبط، ممكن يبقى عيوب خلقيه زي مثلا عيوب خلقيه بالقلب كونجنتال هارت انوماليز، يعني عيوب خلقيه في اي مكان اخر، يعني دي بتحصل داخل دايما داخل نفس الاسره. لكن كمان في جزء هنا متعلق بان في نيابه بتحقق ما بتستبعدش ان في جانب جنائي. لا، ما نقدرش نستبعد، وعشان كده احنا استعنا بالطب الشرعي طبعا بياخد اجراءاته، وكمان عايز اقول لحضرتك احنا استعنا بالطب البيطري لان الاسره دي كان عندهم مواشي وبيربوها، ولكن احنا بنؤكد ان المواشي دي كانت واخده كل تطعيماتها، لكن احنا برضو استعنا بالطب البيطري علشان ما ننساش هذا الشق وما نغفلوش. الحقيقه يمكن احنا كان عندنا شق اخر بقى غير ان احنا بندور على السبب، انه ده كان في اجراء من السيد وزير الصحه وهو حاله السيده وكيل وزاره الصحه في المنوفيه للتحقيق، وده كان نتيجه تقاعس في ابلاغ الوزاره او ابلاغ السيد الوزير. يمكن الواقعه دي بدات اول وفاه يوم 16 ثم 19 ثم 1/9، احنا ما تبلغناش اصلا من المديريه، احنا عرفنا من بره يوم 3/9. فالنهارده معنى انه في طفل بيتوفى وفي مفتش صحه بيطلع شهاده وفاه وبيروح ويبص على الطفل، وسواء بقى هو اللي ما بيبلغش وكيله الوزاره او في الاخر هي ما بتبلغش الوزاره، ده تقاعس في الاخر هي مسؤوله عنه كوكيله وزاره للصحه في المحافظه، ويعني طبعا هي تم احالتها للتحقيق وهنا تم محاسبتها يعني. طبعا تم احالتها للتحقيق وجاري التحقيق معها يعني حتى هذه الساعه. طبعا لانه بالتاكيد يعني وفاه 3 أطفال يا جماعه بالتدريج كده في اسبوعين بس، شوفوا اب كده اطفاله الثلاثه بيقعوا منه، واحد يوم 16 8 19 8 1 9 طفل اول طفل ثاني طفل وهكذا. لكن انا خليني اقول لحضرتك اتفضل خليني بس أأكد حاجة للناس برضو علشان يعني احنا مش عايزين نقول ان ده لا ده فيروس غامض، لا دي حاجة غامضة، اللفظ ده مش موجود، ملوش معنى ملوش اساس علشان الناس ما تفزعش. واللي يؤكد على هذا الكلام انه ده ما خرجش بره هذه الاسرة، ما خرجش بره البيت ده. احنا عندنا شقين، لازم اولا شق الابحاث المعملية اللي احنا في انتظار نتائجها وهي اللي هتعرفنا، الحاجة التانية تحقيق النيابة العامة والطب الشرعي، والشق الجنائي الحاجة الثالثة ان ده يكون عيب خلقي. فاحنا مش عايزين الناس بس تاخده في صورة ان احنا نقول ده المنوفية فيها فيروس غام، لا يا جماعة لا طبعا، يعني ما ينفعش حتى اطلاق تكهنات الا بعد انتهاء كل التحقيقات يعني. بالظبط يا فندم. بشكر حضرتك دكتور خالد، بشكر شكرا. طبعا الله يكون في عون الاسره، هو الاب يعني خلاص هو فقد الاطفال، بس اكيد اي اب بيبقى عاوز يفهم ايه اللي موت اطفاله الثلاثة قدامه بهذا الشكل يعني. وبالتأكيد هنا كمان يبقى فيه نتائج تحقيقات لازم تعلن، وهي بالتأكيد كمان ما فيش فيروس غامض منتشر وإلا كان انتقل لعائلات تانية يعني، لكن هو داخل أسرة واحدة. وهنا المأساة الحقيقة يعني كل واحد فينا يقعد يتخيل نفسه مكان أب أو أم في هذه الأسرة،
بيقع منك ولادك الثلاثة أطفال تباعا بهذا الشكل. وهل كان هنا لما يموت الطفل الأولاني والتاني هل كان يستدعي، خاصة الطفل الثالث مات أنا بقول لكم يوم 16 الأولاني 19 يعني بعديه بثلاث أيام، وواحد تسعة يعني بعد منه ب 11 يوم ده الثالث. فهنا كان يعني هل كان هنا عشان كده وزير الصحة سأل وكيلة الوزارة وهنا بيتم محاسبة المقصرين في إنك تقدم المعلومات يعني وتشوف إيه الحالة، حالات من هذا النوع إزاي يتم التعامل معها.